بإجماع الحكام فاز الجورجي ميراب دفالشفالي ببطولة UFC في ليلة موسم الرياض في لاس فيغاس، والتي أقيمت في مركز ذا سفير بعرض يخطف الأنفاس وبحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه. أنا فخور بكوني في صدارة هذا الحدث، وأتوجه بالشكر لموسم الرياض لأنه يوصلنا للجمهور العالمي. أنا سعيد جدا بوجودي هنا واستمتع بكل ثانية. هذا نزال فنون قتالية مختلطة، وأنا أوجه تركيزي على هذا النزال لأنه ورغم أنني جاهز فإن أمالي يتبع أسلوب الضربة القاضية وأنا أتبع أسلوب التثبيت، لكن كل شيء ممكن. ولا تتفاجأوا إن بدأ أمالي يصارعني ويحاول تثبيتي، ولا تتفاجأوا إن حاولت أنا تسديد الضربة له، فهو نزال نتبع فيه كل الأساليب. هذا الحدث هنا هو الحدث الأفضل مبيعاً هذا العام وفقاً لستوب هوب الذي يبيع تذاكر الحدث. حضور من 47 ولاية و18 دولة اشتروا تذاكر الليلة في ذا سفير. ستكون ليلة مذهلة، ستكون تجربة فريدة للحضور بالتأكيد، وما نأمل أن نحققه هو أن تترجم على شاشات التلفزيون ليأخذ المشاهدون فكرة عن تجربة الحضور في ذا سفير، لكن لن يكون لها مثيل. بالإضافة إلى نزال أومالي ودفالشفالي، شهد كارد موسم الرياض مشاركة أسماء بارزة مثل دانيال زالهوبر ورونالدو رودريغيز، ونزالات نسائية أبرزها مواجهة أليكسا غراسو وفالنتينا تشيفتشينكو التي فازت بإجماع الحكام واستعادت لقب البطولة من أليكسا غراسو. أنا سعيدة جدا لمشاركتي في هذا الحدث، سيكون رائعا في مكان جديد كليا، أول حدث رياضي في مركز ذا سفير. كما أنني سعيدة للغاية لمنح المكسيك هذه الفرصة للاحتفاء بها عالميا. هذه ستكون المواجهة الثالثة بيني وبين فالنتينا، وهي أول ثلاثية للفنون القتالية المختلطة النسائية. هذا ضخم جدا بالنسبة لي ومهم جدا لي أن أكون جزءا من التاريخ. كنت قد حققت لقب أول بطلة مكسيكية، والآن المشاركة في أول ثلاثية مع شخص رائع. أنا سعيدة للغاية. أعلم أن هذا الحدث تجربة رائعة لعشاق هذه الرياضة. الجميع يقول إنه سيكون حدثا غير مسبوق، وأنا متحمس لكوني واحدا من المكسيكيين المشاركين لتمثيل بلدي وثقافتي أمام العالم. هذا رائع، عندما تأتي فرصة كهذه لا يمكن أن ترفضها. أنا سعيد جدا بمشاركتي في هذا الحدث. شراكة استثنائية بين الهيئة العامة للترفيه وبطولة UFC للفنون القتالية المختلطة أنتجت حدثاً تاريخياً تابعه الملايين حول العالم من مدينة لاس فيغاس الأمريكية، تعاون ينتظر أن يقدم المزيد من الأحداث الرياضية العالمية في السعودية وخارجها.